وتواصل مملكة البحرين إجراءاتها الاحترازية والوقائية، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وخفض عدد الحالات القائمة ودعم الجهود الوطنية المبذولة خلال الفترة القادمة. في إطار المتابعة المستمرة من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، تتضافر الجهود من أجل التأكيد على مواصلة الالتزام لأجل مملكة البحرين وتحمل المسؤولية المجتمعية من قبل الجميع وعدم التراخي في تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات وتجنبها. عدد من الأطباء أكدوا على أهمية ضرورة مواصلة الالتزام وحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع كافة عبر التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من قبل الجهات المعنية للمساهمة في سبيل إنجاح سير كافة الخطط والعمليات الموضوعة. في الآونة الأخيرة لاحظنا وللأسف زيادة عدد الإصابات، وعلى الخصوص في الأطفال وكبار السن. حرمنا في العام المنصرم من تقبيل جباه آبائنا وأجدادنا، حرمنا من فرحة عيد بين أحبابنا، حرمنا من غبطة لقاء أهلنا وناسنا. كلنا نرغب أن يمر علينا عامنا بسلام وأن نجتمع معهم بخير ومحبة ومودة. فلأجل وطننا الغالي ولأجلهم نرجو من الجميع الالتزام بالتباعد الاجتماعي. هذا وأن تطبيق معايير التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات يضمن سلامة المجتمع كافة، حيث أن التجمعات في المناسبات ينتج عنها بلا شك ارتفاع في عدد الإصابات خصوصا بين النساء والأطفال وتأثر كبار السن. الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون والتراخي في تحقيق معايير التباعد الاجتماعي، منها تجنب الزيارات والتجمعات في هذه الفترة وخصوصا مع الأمهات من كبار السن، الأطفال والحوامل، لأنهم الفئات الأكثر عرضة لالتقاط الفيروسات والأمراض بحكم أن مناعتهم أقل. بدينا التصدي لهذا الوباء بشعار مجتمع واعي، خلونا نواصل بنفس الوعي، نواصل بعزم ونلتزم للبحرين. يمكن أغلبكم تملل وتعب، بس لا خليكم هذا الشيء تستهينون بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. لابد من استشعار بخطر كورونا، فالفيروس ما زال في مراحل انتشاره عالميا، فبالإضافة إلى الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي لعلاج ومتابعة الحالات القائمة، فإن الوقاية ضرورة ملحة لتحقيق هدف واحد، وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.